بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم؟ يا رب إن شاء الله تكونوا بألف خير. بشرح لكم إن شاء الله وضعيات اللي سكافويد كم لدي وضعيات سكافويد إن شاء الله معها ثلاث وضعيات. بنشرح لكم الأولى الذي هي بستيريور أنتريال أنتريور سيتشر. بستيريور أنتريال سيتشر تكون بهذه الوضعية. شوف هذه الوضعية الأولى. شوف وضعية اليد كيف. هذه الوضعية اللي هي البستيريور انتريور. وتكون صورة الأشعة في هذا الشكل. شوف هذه صورة الأشعة. تكون في هذا الشكل. ومعنا الوضعية الثانية الذي هي سكافويد مكانها بستيريور انتريور. مويد فيلد. ستشر. تكون شوف وضعية المريض كيف. وضعية اليد بهذه الوضعية. شوف التيب. شوف اليد كيف. فتكون في هذا الشكل. هذه الوضعية. صورة الأشعة بطلع لك نفس كذا. هذه صورة الأشعة. شوف هنا سكافويد بالنقطة هذه الخضراء. هناك معنا الوضعية اللي الثالثة سكافويد إلنر ديفيجن فريكشن. فتكون في هذه الوضعية. شوف كيف وضعية المريض كيف وضعية التيب. تمام. تكون فريكشن بهذه الوضعية سكافويد فريكشن. وهطلع لك صورة الأشعة بهذه الصورة نفس كذا نفس هذا الشكل. هذه الوضعيات اللي سكافويد ثلاث وضعيات. وصلى الله وسلم وبارك على